هذه التظاهرة الثقافية في معرض الكتاب العربي الثامن، والذي يشهد توسعا أفقيا وتوسعا رأسيا من حيث توسع دور النشر، ومن حيث اتساع هذه القاعة، ومن حيث كثرة الوافدين خاصة من جيل الشباب، دليل على أن الشباب لم تشغله السوشيال ميديا، وإنما بقي الكتاب حاضرا في وجدانه وفي عقله ليبني معرفة سليمة من خلال الكتاب المسطور ومن خلال الكون المنظور. والمعرض يشتمل على تنوع ثقافي ومعرفي واسع يوسع مدارك هذا الجيل الذي يستطيع أن يسهم في بناء النهضة الحضارية. فنشكر كل الجهات التي أسهمت في تحقيق هذه التظاهرة الثقافية، ونرجو أن يكون ما حدث من طوفان الأقصى إن شاء الله بوصلة جديدة تجعل الأمة تستعيد عافيتها وتشحذ فاعليتها وتستنهض همتها إن شاء الله في دورة حضارية جديدة.